إليسا على طول نقرأ بصفحة على صفحات المجلات منواكب شهرة الفنانات اللبنانيات، بس على طول بيضل في خناقات ونعرات داخلية. يعني بنقرأ إليسا، بنرجع بنقرأ أمل حجازي، بنرجع بنقرأ هيفا وهبي. يعني إذا أول صفحة إليسا عاطية تصريح، تاني صفحة بيكون في شيء من هيفا وهبي، تالت صفحة أمل حجازي، وعلى طول بس تطلعوا على اللقاءات تلفزيونية أو إذاعية بتقولوا ما في شيء من هالموضوع ونحن صديقات وهيك، بس هالشيء ما بيلغي الواقع. أنا قلت لك ما عندي أصحاب من الوسط الفني، بعدني مصرة ولا عمري قلت إنه سحبت أمل أو شيء. يعني في مرحبة بس أوقات ما فيه، بس أنا عمري ما طلعت يعني عديت لأمل. أنا بتفاجأ ما دام فتحت السيرة، بكل مقابلة حكي عني بشي طريقة، يعني حكي عنك أو حكي عليكي، عني أو علي، أخشي عم تحكي عني يعني عن شخصي. أوقات ما برد يعني، ومش أوقات، إنه أكترية الأوقات ما برد يعني ولا بدي رد يعني. طب ليه ما بتلفني لها لأمل حجازي؟ ليش بدي تلفن لها؟ بتلفني لها بتقولي إنه نحن زميلات بالفن. ما أنا ما زميلات، إنه بعاد شو خاص، إنه هي عندها فنة وأنا عندي فنة يعني. كيف بتفترقوا؟ كيف ما بنفترق، إنه العقل ما بنختلف، الجمهور بيقرر يعني آخر شيء. يعني أنا ما عندي مشكلة إنه بيقولوا لي إنه في كتير فنانات هلا، طب إنه أنا بحب يكون في كتير، لأنه آخر شيء إذا ما في كتير ما بتتميز. فأنا ما بيزعجني وجود أي حدا من الفنانين، بس بيزعجني إنه شخص مثلا بعده إنه فنيا بعد صغير، إنه بيقعد بيحكي على فلان وبيقيم فلان. طب ما كبار النجوم بالعالم ما بتعطي رأيها غير إذا يعني بحذر شديد يعني. فمشان هيك عم بحكي عن الكل، بس يعني اكثر شيء امل، لانه ما بلاقي حدا بيحكي علي غير امل. وليه ما بعرف، بس انا ما بحب رد لها شيء، انه انا ما في شيء ضدها يعني، وبالحقيقه ما في شيء يعني. ف يا ما بتحب تكون مثلي، لانه يعني في كثير قصص بتقولها انه بتفاجئ انه بتعمل مثلا anyway. ما كثير بحب ما بتخافي انه بعض الاقلام، بعض الاقلام حتى ما نشمل ابدا، ومع احترام احترامنا لكافه الاقلام، يمكن بتحرف او بتقول بس كرمال تخلق هيك. ما في شك انه بتحرف، بس ببعض المجلات. طب من هالمنطلق ما بتحرف ببعض المجلات، بس في مجلات بتنقل الكلمه مثل ما هي، ساعتها انا باخذ بعين الاعتبار شو عم ينقال، بس ببعض المجلات الاخرى. طب هلا بشهر رمضان أصلاً ما بتاخذي سمعت التليفون والتقيله لأمل او لا؟ لا طب انه منا صاحبتي، مني حقدي علي، اهم شيء ما بكرهها، انه ليش بدي تلفن لها؟ وربما هي اللي مش 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 قاصده تقول هيك او توصل هيك. هلا انا عم تسالني شو بقرا، انا ما بعرف نواياها للبنت يعني، ما بقدر احكم شو نواياها، بس انه النية بتعرف بمجرد شو ما تقول يعني. ف وما يعني ولا رح بحياتي رح اخذ سماعه احكي لأمل ولا غيرها يعني، انه انا بمير وكل وحده. وانت كمان صرحتي قلتي انه واذا هي فغنت بالليدو لا، انا سالوني سؤال قالوا لي، بعرف انت عم تحركش بس رح جاوبك، قالوا لي انه مزبوط غرتي من هيفا لانه غنت بالليدو. قلت لهم انا ما بغى يعني، اول شيء عرض الليدو علي انا ما لقيته مناسب. قلت لهم لانه حلمي غني بالبيرسي بالاولمبيا، بمحل ببيع بساع الاف يعني مئات الالاف، مش محل بساع 60 او 70 شخص. فما قلت يعني هذا اللي قلته وبقوله، مشان هيك انه جاوبتك كان في ما جاوب، لانه هذا الحقيقه بالحقيقه اللي قلته. يعني الليدو مش حلم عندي، يعني حلمي غني بالالبرت هول، حلمي اعمل دعايه بيبسي، حلمي غني مع كريس دوبرغ، هولي قصص بالنسبه لي كانوا قصص حققتها يعني. طيب هيدا جواب ليكي. اذا بدك تفرجي الشخص انه انجازه صغير، بعدين بدي اقول لك شغله، يعني اجابتك هيدي لانه هيفا هي بتقول انه انا مش مطربه بتحب تغني، فيمكن الليدو بالنسبه لها حلم، انه لانه ما كانت بتحلم بحياتها تغني فيه. قولك هيك؟ مش قولي هيك، هيك اكيد يعني. اذا البنت هي بتعترف انه هالقد حدود صوتها وهالقد طاقاتها، ليش نحن بدنا نجي نقعد نتمرجل يعني؟ اذا هي بتحب تغني خلص، انه يمكن ما بتحلم تغني. طب هيفا بتحكيها بتتصلي؟ ما بحكي مع حدا، اذا بهمك تعرف يعني. نانسي عجرم اذا بشوفها بحكيها. طيب شو في عنا هلا؟ شو عنا؟ في شي سؤال بعد؟ لا لا، عنا فيديو كليب عم بيقولوا لي. بتعرفي ثلاث مرات قالت لي جنان دايت انه في عنا الفقره الثانيه. ايه بس ما انت بالك بشي ثاني، ما انا بالي بدي اعرف من اليسا. عرفت ما علينا؟ نعم عرفت؟ مش عرفت، حتى الراي العام بيهمه اليسا، انت بتعرفي
مشان هيك جاوبت يعني هالقد في اتصالات من المحيط للخليج، اكيد بحبوا يعرفوا كمان اخبار اليسا، الا اذا الاخبار عندك هي تحت اطار الاسئله يلي دكتور الجيم ما بحب نطرحه علي نطرح عليه. ما فهمت شو قصدك. يعني دكتور نجيم وقت حكيت عن قصة الزواج قال لي هيدي عملية بتختص أنا كان فيي أعمل مثله أول ما سألتنا فيي قال لك بس هيك؟ لأنه بدي جاوب. لا بس بس كثير علي إنه ضيفين بنفس الليلة يقولوا آه لأنك بدك تجاوبي. إيه جاوبتي جاوبت.